بسم الله الرحمن الرحيم. قرية آبل الواقعة في ريف حمص الجنوبي تعرضت اليوم لقصف عنيف بقذائف الهاون بتاريخ 7/11/2012، حيث يتم استهداف منازل المدنيين وممتلكاتهم وإحراق محاصيلهم الزراعية بفعل عشوائية القصف. الحمد لله رب العالمين، كما أصبحت شبكات الكهرباء والمياه تعاني من شدة القصف أيضا. حيث تعاني القرية من قطاع الكهرباء والماء منذ أكثر من أسبوع. قرية أبل ريف حمص الجنوبي 7/11/2012.